السنوات الأخيرة من جميع محمد الله يرحمه حكم أنهم كانت من الأساسيات في طاقم الأعمال التي أنجزها رحمه الله في العهد الأخير كما كذلك سواء في الصغاعية أو في الضرائي وعاشت معه لحظة كاملة كانت في مقدمة المنزل تكتيكهم بما يمكن أن في لحظات الحرج وفي لحظات إعلان النعي وكان زرع في كلمة نختم بها هذه الحصة. أنا ذكر أن الحين الآن ما تصدقش ما نادي خسي كان صافي خسي طبعا ماشي غير الاب ديالي الاب ديال كاع الجيل ديالي مع الفنانات كلهم كنشكر هذه الشهادات اللي تقالت في حقهم لانه الفن شنو تيخدم معاه الاب عام مع الافعال ديالو الفن ديالو شكرا على الشهاده الطيبه اللي تقالت في حقه كلنا كنعرف السيخ في فنان ما يمكنش نقول اكثر من قالوا الاساتذه والرواد والاخت مجيده ولا ولكن نهضر معاك نتكلم لكم عليك كانسان خدمت انا طبعا مع مجموعه من الرواد السي انور الزهدي خدمت مع السي فنيش وتبناوني حتى هما كنشكرهم الله يكثر خيرهم وطبعا السي خدي الناس اللي حتى هما اللي هو تبناني معاه في الفرقه ديالو يعني هذه مده فالسي خدي ما عمرو عانى ما عمرو عانى طبعا ولكن ما عمرو بقى الاح ما عمرو قال بانني انا شنو دائما ضاحك ودائما مبتسم والدليل هذه الابتسامه هذه فيها الفرح وفيها كل شيء ولكن فنان محترم فنان عطى الكثير لهذا الوطن وشكرا لصاحب الجلاله انا متاكده ان السي خدي دابا ارتاح في قبره انا رجع له الاعتبار بهذه البرقيه ديال صاحب الجلاله الله ينصرو شكرا لجمعيه ابي القراق على هذا التأبين شكرا بنقول واحد الكلمه واخا ما غيبغيش لان اللحظات الاخيره ديالو ديال فاش كان مات كان جا السي انور ونهار مات هذا السيد دار واحد الموقف رجولي شكرا ليه السي انور الجندي سي خدي واخا نعيو نقولو بزاف ما غاديش نوفيو داك الشيء ولكن بغيت نقول انه كان فنان بمعنى الكلمه كان انسان قبل ما يكون فنان عاش فنان بكرامته وبعز نفسه ومات فنان بكرامته وعز نفسه الله يرحمك بابا خد شكرا سيد الكاتب العام لأمانة السادة شكرا على حضوركم مع الأمن الإشراق السيد بهاني الذي شكر على أنه اعتنى بهذا الحدث قادي أنا مش نجلس في الجلسة لكم لا أذن له فيه على أساس إن شاء الله أن يتواصل التعامل والتعاون معكم في أفق تخليد اسم سي محمد خدي على منشآت ثقافية ومشاريع في المدينة وهذا مطلبني إن شاء الله جمعية باعتبارها صوتا مدنيا سترافع هذا كل السلطات الوصية في هذا الشأن شكرا هناك عديد من الإخوة الإعلاميين كان عارف سميتهم كان ما كان عارفش أعتذر أستاذ عبد الرحمن لكم بكنا نود أن نسمع صوت